يا جموع المسلمين قد تركنا بين أيدي الظالمين، ذبحونا قتلونا هجرونا واستباحوا حرمات الآمنين، كم صرخنا هل سمعتم صوتنا من ركام الأرض، كم يعلو الأنين ما سمعتم صوت آه الثكالى، واليتامى كيف أضحوا ضائعين، ذنبنا أنا طلبنا حقنا غضبهم فينا شموخ المسلمين، كم مؤامرة أعدت ضدنا كي نبعد وكي نزل ونستكين، أصلها في إسرائيل وأمريكا زادهم في بغيهم روسيا والصين، حزب لات مالكي خامني حقد طائفة اللئام الحاقدين، لكن الله تعالى معنا سوف ينصرنا ويخزي المجرمين، نسأل المولى لنا نصرا قريبا عاجلا يشفي صدور المؤمنين.